السلام عليكم دكتور الغالي سرافي من الوزارة الصحة بإقليم تالودانت. احنا اليوم في صدد واحد انطلاقة لأيام تحسيسية على مستوى مدينة ولاد تيمة من أجل تحسيس الساكنة على ضرورة لبس الكمامة كإجراء وقائي لانتشار فيروس كورونا. هذا الإجراء الوقائي اللي ضروري يلتزم به كل الساكنة ديال مدينة ولاد تيمة وفي نفس السياق انطلاقة أخرى ستكون بمدينة تالودانت في نفس الموضوع. هذا الإجراء الوقائي مهم جدا لأن هذه من ضمن الأمور اللي كتعتبر حاجز لانتشار هذا الوباء ضمن الساكنة، وخصوصا مع يعني رجوع الحياة الاقتصادية إلى مدينة ولاد تيمة. دكتورة ليلى الزماحي، عضوة في نقابة غرفة النقابية لصيدلة إقليم تالودانت. اليوم جينا درنا واحد اليوم تحسيسي على لو بور دو ماسك، على الكمامات اللي غادي يكون إن شاء الله بعد رفع الحجر الصحي، وباش نديرو تحسيس للناس أنه من الضروري واخا غادي ترفع الحجر الصحي انهم يديروا الكمامات ديالهم. وحنا كصيادله راح نراهن اشاره للمواطنين ولاي واحد نصيحه نتبعوا معاه اي حاجه كانت خاصه. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله، معكم سيف عبد الرحيم رئيس جمعيه التضامن الحرفي بولاد تيمة. اليوم نضمنا واحد الحمله تاسيسيه مع هذا الشيء ديال الكمامات مع الناس ديال العمالة ومع الشرطة ومع جميع المسؤولين. الله يجزيكم بخير باش تحاولوا ديروا هادشي ديال الكمامات ديالكم، راه واخا ترفع هذا الحجر الصحي يعني غتبقاو نديروا الكمامات ديالنا.